بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمي عبد المعين نور الدين بارالو ياو تولد جيم يدك وتعدي سابا بتلمدو كل في قراني ونجيت أكوابينا أنا ياو تمرتيني مجمرة درجات أنا كنت በአስፋው ትምርት ቤት ነው። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ ከተማ የሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት አጠናቀቀ። ከዛ በኋላ ወደ ቁርአን ትምርት ወይም ደግሞ ወደ ህፍዝ አልቁርአን ትምርት ገብቻለሁ ማለት ነው። አንዳንዶቻችን የአካዳሚክስ ትምህርትን ከመጀመራችን አስቀድሞ አፋችንን በቁርአን እንፈታለን። ሌሎቻችን ከአካዳሚ ትምህርት ጎን ለጎን ቁርአንን ምንማርበት አጋጣሚ ብዙ ነው። አላህ ያልፈቀደለት ደግሞ ቁርአንን የምማር ድል ሳይገኝ እድሜው ይገፋል። አንተ ወደ ቁርአን ህይወት የገባው እንዴት ነበር? በትምህርት ቤት ወይም በመድረሳ አካባቢ የነበረ ህይወትስ ምን ይመስላል የሚለው ለዚህ ወጣት እንግዳችን ያቀረብነው ቀጣዩ ጥያቄ ነበር። ቀጥታ ወደ ቁርአን እንድገባ ያነሳሳኝ ዋና ምክንያት ያው የቁርአን ውድድር በሚደረገው በዱባይ ሀገር 14 ዓመት ልጅ ቁርአን በሚወዳደርበት ሰዓት እና ያው ያን የቁርአን ሁኔታ በጣም ማለት ነው ገርሞኝ ቁርአን ሲቀራ ያቀራሩ ዘይቤና እና ደግሞ ያው ያላህን ፍራቻ ኑሮት ሲአለክስ በጣም ቀልቤን ስለነካ እኔም ለምንድን ነው ይሄንን ማለት ነው እንደሱ ማልሆነበት ምክንያት የሚል ቀልቤ በጣም ስለአነሳሳው በዛ ሰዓት እድሜ 16 ነበር እና ቀጥታ ወደ ቁርአን ህፍዝ ለመግባት ቀልቤ በጣም ተነሳሳ። ቀጥታ ያው ቁርአን ቀልቤ ሲነሳ ያሰብኩት ያው መርከዝ ነው የትኛው መርከዝ የሚለው በምን ሰዓት የዛ ሰዓት ቀጥታ ያው ባሰብኩበት ሰዓት የነበረው ወይም ደግሞ በዛ ባሰብኩበት ወቅት የነበረው የህፍዝ ማዕከል በሮ ሲኤምሲ ብቻ ነበር ወይም ደግሞ አለ ኢምራን ተብሎ የሚጠራው መርከዝ በሲኤምሲ የሚገኘው ማለት ነው። ብዙ መርከዞች አሉ። ከዛ ውስጥ ያው በዛ ሰዓት የነበረው ሲኤምሲ ስለነበረ ቀጥታ ወደ ሲኤምሲ ያው ለመመዝገብ ሄድኩኝ። የዛ ሰዓት ያው ማጣሪያ እየተደረገ ነበር። ያንን ማጣሪያ ባንደኝነት በማለፍ አልহামዱሊላህ ቀጥታ ወደዛ መርከዝ ገባሁኝ። ፈሊላህ አልহামድ የቁርአን ሁኔታይ ቀስ በቀስ ያደገ ሄደ ማለት ነው። በርግጥ እዛ سنገባ ያው ወቀቷን ነበርኝም እንዴት እንደሚጠፋፈት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ለምዳን ነበርኝም ቁርአን እንዴት እንደሚحفظ ግን እዛ ከገባው በኋላ ያው الله جزاكم بدنيان باخرا استاذوቻችን ይክፈላችሁና እነሱ ያው ያንዳንዱን አሳይተው እንዴት መሐፈዝ እንዳለብን ያንዳንዱን ማለት ነው መንገዶች ስላሳዩን በቀላሉ እንደሐፈዝ አድርጎኛል። ቁርአንን አልহামዱሊላህ በዘጠኝ ወር እንደጨረስና በኢምቲያዝ ወይም ደግሞ በጣም ጥሩ በሚባል ሁኔታ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ወዳድማጮቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ቆይታ ነው። በዛሬ ቆይታችን እንግዳ ጋብዘናል። ወጣት አብዱል ሙይ ህይወቱን ቁርአንና በቁርአን ላይ ያደረገ ወጣት። ቁርአንን በተመለከተ ሁሌም ብዙዎቻችን የምንነገርምበት ጉዳይ አለ። አረብኛ የቁርአን መግባቢያ ቋንቋ ነው። ግና ብዙዎቻችን አረብኛ ሳንናገር ቁርአንን እናነባለን እንቀራለን። ከዚያም ማለፍ ብሎ 30 ጁዝን እስከ ማህፈዝ የሚደርሱ በርካቶች ናቸው። ግን አረብኛን ቋንቋን አይናገሩም። ይህን ጉዳይ በተመለከተ አንተ ያጋጠመህ ምንድነው? በቂርአት ህይወቴ ላይ የነበሩ ፈታኝ ነገሮችስ ምንድናቸው? ኡስታዞችስ በምን መልኩ ነው የሚረዷቸው? በቋንቋስ ላይ አልተቸገርክም?
كتاي تياكياچن نبر برغت او ميتشكرو تماريو تشالو مكنياتوم ياو كمجمر مسرتاوي اجمامراچو قران لا يالاچو هنيتا ياو اجمامراچو كمجمرو مسرت يزو يالمتو ويم دغمو يا قرار هنيتا انديت بمايت انديت مقرات اندالباچو بدن بيال تمارو يتشكرالو ذا سيغو مكنياتهم يا محكل يا قرآن حفظ يا محفظ بجاس له هنا مالتنا لذي أستاذوش جاو بتام بزو يتحقل عنه بزو منقلوشن ياسايو عجوال نا يتلايو منقلوشن سلم ياسايو عجو ياو النسوم سبرا درقو بارات تامت بامس تامت مجرسو عنه برقتني زيت انيور لمحفظ بفجب من قن مراجع لمادرك اسكهو للتامت فجتو بنيات حتى قالاي كهول التامت بلاينو مالتنا ياو لما حفظ بتام يقرأ القرآن بتام قرنا الله سبحانه وتعالى بقرآنه وندتنا قرأ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن بركت أقرت أنوال بالوال لنا ياو قرآن بتام قرنا سو أكبدو لايو بستكر مالتنا مكنياتهم الله سبحانه وتعالى قرآن اللي سولج اندي قر أدركون يا ورد مكنياتهم قربي هون يسول جوج لقواموت عيشلم مكنياتهم يا الله قالنا يا الله قال كبادنا عند مسارت كايانو مالتنا عند مسارت كايانو يا الله نقر كليلوش نقر كلام الله على سائر الكلام كخلق الله فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه يا الله نقر كليلا نقروش كاستاي لك يا الله هنيتا ويمدمو يا الله مالتنا بوتا كليلوش يالاچو كليلوش كفطوروش يالاو بوتا اندزاي حلونا يا الله نغغر كباد نو غن الله سبحانه وتعالى لسو لجوچ اندي غارا ادرغو الله لسو لجوچ معناتنو تسهيل ادرغو اوردوتا الله سبحانه وتعالى لو انزلنا على هذا القران لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله سبحان الله يا الله نغغر كباد النتون كتملكتش لو انزلنا هذا القران برقتكو ايهن القران لسو لجوج سايحون لا ترارا بنا وردوس بسبلو مثال القران لا يمطالنا لو انزلنا هذا القران على جبل ترارا بنا وردوسين القران من يهون نبر لا رايته خاشعه بفرانشا يتتتقق نبر متصدع يعني سنتتق نبر بفراجه بالله فراجه من خشيه الله ثلاثي يا الله سبحانه وتعالى لسولوج اندي غرا ادرغو يا وردو نكر القران فلله الحمد ياو الله بالو مسرات مالتنا ولقد يسرنا القران بالو مسرات يا الله اقرت ولن يا القران 30 جزء ندن حفظ الله ادركنا لله مسكنا يقبا ሰዎች በለጋርሚያቸው ለማህበረሰባቸው ታላቅ ነገርን ማበርከት ሲችሉ ማየት ስኬት ነው መታደልም ነው ከስንት አንድ የሚገኝ ብርቅ ከስተትም ጭምር ነው አሁን ያለህበት ሁኔታ ምንድነው ቤተሰብ ኑሮ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ መዲና ጃሚዕ እስላሚያ ውስጥ ትምርቴን እየተከታተልኩኝ ያለሁት ያኒ በቁርአን ዙሪያ ትምርቴን ያሳደግኩኝ ያለሁት የቁርአን ነገር ተጀምሮ አይጨረስም የቁርአን ትምርት በርግጥ ይጀምራል እንጂ መጨረሻ የለውም ያላህ ንግግር እና አላህ ያግዘን ያው ይሄንን የትምርት ሁኔታ ያው ጀምሬዋለሁ ኢንሻአላህ እንደውም ቅርብ ጊዜ ያው የወሰድኩት ሰነድ አለ ኢጃዛ አልহামዱሊላህ ተቀበልኩት በቁርአን በሪዋየት ሐፍሰ አን ዓሲም ያው አንድ ሰው ቁርአንን ማለት ነው ትክክለኛ ቀርቷል የሚባለው ይህንን ሰነድ የወሰደነው ምክንያቱም ሰነድ ማለት ሲልሲላ ነው ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ቀጥታ የሚመጣ የምስክር ወረቀት እንደማለት ነው ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን ለጅብሪል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለክ እንዳወረደው ጅብሪል ደግሞ ለነቢያችን ለክ ሲያስተላልፉት ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ለሰሃቦች እንደተቀበሉ ሰሃቦች ይያለ እኛ ጋር እስኪደርስ ድረስ ያለው ሁኔታ
سلسلة يبالا القرآن هنيتا سلسلة يهنن سلسلة كتتا يمهدو يا قرآن يمسكر ورقت يه سنة تبلو يترى إن هنن إجازة سمونة تكبيل الحمد لله إن الحمد لله هن دقمو ياو قرب قزي تدار مسري تشالو برقد حامتي يالنو تداري مسرت كت أهوني عند الإجابات هن يالو الحمد لله رب العالمين يا وزاو مدينة بالبيتهم تمرتي تكتات تلشني على شو سام طيبة يمي بالا الزات مرتانية تكتات تلشني على شو يا بدين زوريا مالتنا ودار ما تشوتشاتشن لا وطات قاري عبد المؤمن لا زاري قربن لات يمشرحو طياقي انت تحدقي اندمونهنا بالقران لا تساتفو من دمادرج تدارن بغيزي بلحال يهن ناس ملكته لوطاتوچ من تمكرالله بلنوا والله اني برقط اهون تولو تدار اندمسرت يادرغي وانا مكنيات ل ليلاوم وطات تمرت يونال بي اسبالو وأنا يعني تدار لمسرّة هذا الرجيم عندنيا ياسكت نجرنا ياسكت أمانانا الله سبحانه وتعالى تلكني هنست وتعشت الدنيا يسون قال إن دشة كما درجنا يسون دين إن دتك برنا دجيم دكمو يسون مالتنا نجكر إن دمار أدرجنا يهن إن دكمو هلا فينا تسوست بتعم بزو مكره وجمتو بشر በጣም ብዙ ችግሮች ይመጡብሻል ልክ ማለት ነው አንቢያዎች ሩሱሎች ያንዳንዳቸው ማለት ነው ችግር እንደመጣባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድን አማና ትልቅ ነገር ሲሰጠው መከራ ያመጣበታል ሲነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ምን ያህል ችግር ደርሶባቸዋል ይሄንን ዲን ስለሰጣቸው ኢሳ አለይሂ ሰላም ከዛ በፊት የነበሩ አንቢያዎች ያንዳንዳቸው ብዙ መከራዎች አለባቸው جن الله سبحانه وتعالى صبر كلهم صبر بمدرجاته تلك درجة ستاجه إنهن هن الأمانة ستنجني كجن فتنا عند الله ثلاثة بكبت أستاذو تاجنهم كانوا مولي مكرون نبرة بزي قدعي هي ديني ستوصو هي دين هن الأمانة ستوصو هي القرآن ستوصوكو فتنا يبزبت عبسو بهن زمن هن بما سبناه ولا تدار عندك بعد الرجع ممكن يعطون يوم فتنا بزنو عبسو إهن القرآن يعززه تام كبعدنا فتناو يبزال يسو يجمر على مالتنا لنا بركة وتعطش إن شاء الله نبيا جندتنا قوت من استطاع منكم البات فليتزوج بلوع أجركم ملكت هي تلك مكرنه يا نبيا جندتنا بركة السو أمي تلك هنا يعني للسوع أمي بلون أمي تتعون እንደዚህም ደግሞ የሚለብሱትን የሚያርፉበትን ነገር የሚችል ከሆነ ይሰው ራሱን መጠበቅ አለበት ከሐራም ራሱን መከላከል አለበት እላለሁ ይሄ መልእክቴ ነው ኢንሻአላህ ودار ما جوشاتشن كواتات على ما كفكاري عبدو المؤينغا ياد الرقنو سفالة قويتا كفلان بيهنني مثل نبر هولتان يوننا يمجر شاون كفل ليلو تشنزر زر قدهو تشنجن مرا سامنتن ملس البتانا يزارين جرسانا هيو تاتشن كقرآن غيتا قرآن يهون زند الله يادرق زند من يوتاتشنم دواتشنم نو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهزيتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي